مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. تحركات مقتدى الصدر السياسية قبيل تشكيل الحكومة الجديدة. منح السيد مقتدى الصدر صورة حيوية من العمل السياسي الزاهد بالمناصب، وذلك باستعداده للتخلي عن تشكيل الحكومة المقبلة وإعطاء مدة شهر أو أكثر لمن يرغب في المساهمة بتشكيلها. وإن تمكن من ذلك فإن التيار الصدري ورغم أغلبيته في نتائج الانتخابات إلا أنه مستعد ليكون نموذجا للمعارضة. يصنف المراقبون للوضع السياسي في العراق هذا الموقف بالوطني الصريح، لأن الأساس هو خدمة الشعب واحترام رأي المرجعيات الدينية في العراق، والتي حرصت على وحدة البلاد وسلامتها عندما كان خطر الإرهاب قريبا، ووجهت كل من لديه القدرة على القتال أن يشارك في المؤسسات العسكرية. وعلى الجميع احترام توجيه المرجعية الدينية والالتزام به ودعم قوة الدولة في تعزيز دورها ضمن إطار دولة المواطنة، وأن تكون جميع الفصائل في هيكلية التشكيلات العسكرية وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة في البلاد. الصدر وضع منهجا لكيفية إعادة ترتيب البيت السياسي العراقي والدعم وإسناد وحدة البلاد واحترام إرادة الدولة الوطنية عبر العديد من الإجراءات التي تضمنت السعي لمحاربة الفساد وإيقاف هدر وسرقة المال العام وتنظيم التعامل مع قوات الحشد الشعبي وتعزيز دورها في المؤسسة العسكرية والاهتمام باستعادة الدولة لهيبتها وقدرتها على مواجهة الأزمات والمشاكل وإيجاد الحلول الجذرية الناجعة بما يجعل للدولة دورا حيويا ويعيد الثقة بها. مقتدى الصدر ما يزال يحث الجميع على المضي قدما بالاتفاق على إخراج الأمريكيين من العراق، على أن يكون لمجلس الوزراء تحديد طبيعة العلاقة مع الإدارة الأمريكية وفق المصالح الوطنية واحتياجات المؤسسة العسكرية من تدريب وأسلحة وتجهيزات وخبرات ومعلومات وتصويت البرلمان على ذلك. مقتدى الصدر جزم بعدم الاتفاق مطلقا مع من كانت لديه خلافات جوهرية معه، وأشار إلى أن من يفكر بإعادة الانتخابات النيابية فهو واهم جدا ولا هدف له، وإنما يسعى إلى تأخير تشكيل الحكومة القادمة لأطول فترة ممكنة. فالتيار الصدري غير مستعجل أيضا، متسلحا بالأغلبية التي فاز بها ومعتبرا الحكومة الحالية هي حكومته.